وعسى الله يبارك عد ما سالت الوديان بحفلة العضيدة للجزاير المشى فيها هذا النادر الوفي رفيع القدر والشان وسلطان فيها القوم حطاتها قاويها وسلطان فيها القوم حطاتها قاويها على عرس أخويا محسمي والسنة سلطان ماني أحمد كان الجزاير المغنيها هذا محامي الدولة هذا معدل الميزان صمد فعوله يتعب اللي جاريها عسى الله يبارك عد ما سالت الوديان بحفلة العضيدة للجزاير مشى فيها هذا النادر الوافي رفيع القدر والشان وسلطان فيها القوم حطتها قويها مواقفه تشرف وتطرب لها الاذهان وكل حاجه تنامس هو اللي يسويها ومرحوم يا عدم بكى لاجله الجيران مناحي بن دغم لفتنا بلاويها هذا عاتق الارقاب ومزبن البلشان هذا هو ابوك وكل قوم وساميها مع اخوانك النوماس والمحزم المليان على العز دايم ما تقصر يمانيها وعمانك اهل الطايله قبله الضيفان على صفحه الامجاد حطت عزاويها وخوالك اهل النوماس والمجد والاحسان اكرام الاحاروس تشرف بطاريها سلايل دياحين سطر ترثت الشجعان هل الشرف اهل الخيل جند المعاديها من مطير روس دونها تخضع الشيخان قبيله علوم العز دايم تباريها على عرس اخويا محسمي والسنه سلطان ماني احمد كان الجزاير مغنيها هذا محامي الدوله هذا معدل الميزان صمد فعوله يتعب اللي جاريها عسى الله يبارك عد ما سالت الوديان بحفلة العضيدة للجزاير مشى فيها هذا النادر الوافي رفيع القدر والشان وسلطان فيها القوم حطتها قويها مواقفه تشرف وتطرب لها الاذهان وكل حاجه تنامس هو اللي يسويها ومرحوم يا عدم بكى لاجله الجيران مناحي بن دغم لفتنا بلاويها هذا عاتق الارقاب ومزبن البلشان هذا هو ابوك وكل قوم وساميها مع اخوانك النوماس والمحزم المليان على العز دايم ما تقصر يمانيها وعمانك اهل الطايله قبله الضيفان على صفحه الامجاد حطت عزاويها وخوالك اهل النوماس والمجد والاحسان اكرام الاحاروس تشرف بطاريها سلايل دياحين سطر ترثت الشجعان هل الشرف اهل الخيل جند المعاديها من مطير روس دونها تخضع الشيخان قبيله علوم العز دايم تباريها